ما قاله رئيس تيار المرد سليمان فرنجي عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كان المسؤول الأمني الأول لدى سوريا لتسع سنوات كلام كبير وخطير، ما كان يمكن لرئيس الجمهورية تجاهل الرد عليه، ولو أنه لطالما اختار عدم إقحام نفسه في السجالات. الرد جاء من بلاد جبيل بصيغة غير مباشرة ومن دون أن يسمي الرئيس فرنجي، لكن اللهجة كانت قاسية وحازمة. جبيل أعطت رجال، ولكن فليفهم القاسي والداني، رجال للبنان قبل كل شيء. والذي يصف الرجال بأنهم رجال لغير لبنان فهو ليس برجل. جبيل أعطى الضباط تشرفوا بانتمائهم للجيش ودافعوا عن الوطن، فليس للضابط عقدة نفس أو عقدة نقص حتى ينبهر بأي كان، ولكن الضابط يتعامل بشرف مع الكبار في هذا البلد ومع المرجعيات الكبيرة، فليفهم القاسي والداني هذا الكلام. العاصفة اللي حوالينا نحن فينا نتدركها ورح نتدركها، لكن الخطر كل الخطر من العواصف الصغيرة الدنيئة الموجودة داخل الوطن. سليمان شدد على العيش المشترك في بلاد جبيل قائلا: لن نسمح لليسا وغير ليسا بتعكير صفو هذا العيش المشترك، ولن تسمح ليسا أن يعكر صفوها أحد من أبنائها. وكان الرئيس سليمان استهل زيارته من نهر إبراهيم فجبيل وعناية وإهمج ولحفد والعبيدات على أن يختمها بقداس إلهي في ميفوق.